بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين من جو ساخن مشحون في قضية الجانب الاقتصادي إلى جو فيه البعد الإيماني والإعجازي حقيقة مع الحفاظ الحاسوبيين ضيفية كل من سميع الرحمن صغير أحمد وهو المشرف والمترجم في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة النماص حياكم الله سميع الرحمن اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام بارك الله فيك وعندي ايضا ضيفي الشباب محمد اسد الله الشاب الاول وايضا الشاب الثاني محمد احسن رضا من جمهوريه باكستان وطبعا هما لا يتقنان اللغه العربيه ولذلك المترجم اخونا سميع الرحمن ممكن يعطينا تعريف او على الاقل تقرب لنا بالضبط ايش الموهبه اللي عند الاخوه او الشابين سميع الرحمن وعفوا محمد اسد الله ومحمد احسن رضا واعمارهم ايضا بالمناسبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على معلم البشرية عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وعد إلهي بحفظ معجزته الخالدة على مر القرون والأعوام ومع تعاقب الزمن واختلاف طيب الأيام سميع الرحمن نعم نعم عفو. عشان بس الوقت لا يدركنا مش حنلقي خطبة نعم أعطيني بالضبط جاوبني على السؤال عشان الوقت طيب إيش 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 موهبة الشباب دول من أهم مهاراتهم أنهم يحفظون القرآن الكريم برقم الآية ورقم السورة ممتاز وأيضا بعدد أحرف الكلمات والأجزاء والكلمات والأحرف ومن كل سورة ومن كل جزء وبإمكانهم تسميع القرآن الكريم تصاعديا مع كيف تصاعديا؟ يعني على سبيل المثال قرأ آية مثلا 20 بإمكاني أن يأتي بآية رقم 19 ما 18 اي نعم الآية التي قبلها جميل هذه نعم. طيب أول شيء أعمارهم كم؟ تقريبا 14 سنة كلها 14 نعم. واضح أنه الطريقة المنهجية اللي تلقوا فيها العلم يعني واحدة إيش الطريقة اللي حفظوا بها القرآن وخلتهم يتقنوا هذه يعني هذه الآلية يحفظوا قبل ويحفظوا بعد ويحفظوا نعم. قبل ما نطبق معهم لديهم في مدرستهم مدرسة دار العلوم الصفة بكراتشي التابع لوفاق المدارس العربية في باكستان اي نعم تابع لوفاق المدارس العربية نعم يؤهل الطالب لديهم بعد إتمام حفظ كتاب الله إلى برنامج في مدرستهم يسمى برنامج الحفظ الحاسوبي الحفظ الحاسوبي برنامج الحفظ الحاسوبي يعني طبعا يؤهل لهذا البرنامج طلاب بعد إتمام حفظ كتاب الله ويحتوي هذا البرنامج أيضا على عدد من المعلمين والمدربين القدامى الذين أمضوا أغلبيتهم أمضوا كم سنة تقريبا هذه أو والله على حسب حسب قدرة على حسب الطالب. قدرة الطالب نعم والتركيز في هذا بعد الحفظ على هذه المهارات على هذه المهارات حفظ آيات القرآن عدد آيات القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم برقم الآية ورقم السورة وأيضا بأدق تفاصيل الآيات والسور والأجزاء طيب إذا سألتك عن قبل ما أدخل معهم في آخر سؤال نعم. يعني هل هناك فائدة ما مرجوة من 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 هذه الطريقة في الحفظ ليش ما يكتفوا بالحفظ خاصة أن اللغة العربية هم لا يتقنونها تماما يعني هذا أيضا مفارقة يتقن حفظ القرآن ولا يتقن اللغة العربية نعم هو فقط الإبراز قوة الحفظ يعني من من وعن اللغة العربية أيضا هذا وجه هم لا يجدون نعم لا يجدون اللغة العربية سبحان الله أي نعم نظرا لأنهم لم لا زالوا أيضا صغار في السن يعني لما يدرسوها أيضا حفظ القرآن ما يعني أي نعم فهم حفظ القرآن وبعد حفظ القرآن طب خلينا نسمع تلاوة ولو آية على الأقل من كل واحد وأعتقد أنه ما شاء الله تبارك الله
أصواتهم إن شاء الله أيضا تكون جيدة. طيب خلنا بس أيضا وأتيح فرصة أيضا للمشاهدين إخواننا يعني يشوفوا هذه الطريقة في الحفظ، الحفظ الحاسوبي والحفاظ الحاسوبيين اللي تخرجوا من هذه المدرسة والمنهجية زي ما قال أخونا الشيخ سميع الرحمن. ممكن تفتحوا كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وتختاروا آية، وما يخالف إذا اتصلتوا علينا وحبيتوا أنه يعني يقرأوا لكم. خلينا نتحدث إذا سميع الرحمن تقول أخونا الأول سورة الأعراف الآية 33. سورة الأعراف آية نمبر 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پارا نمبر سب ہاں بتائیں پارا نمبر آٹھ. پارا نمبر آٹھ میں 142 آیات، 17 رکوع، 18 صفحے اور 2 صورتیں ہیں. اس پارے کے دونوں صورتیں مکی ہیں. سورة الاعراف مکیہ. سورة الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 206 آیات، 3325 کلمات، 14010 حروف ہے. آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حسبك. طبعا كما ذكر أن أول شيء أول شيء طبعا ما شاء الله تبارك الله نفس الآية، لكن وش المقدمة؟ المقدمة هو ذكر تفاصيل، ذكر أن الآية هذه يعني تقع في رقم الجزء في الجزء الثامن. عدد صحيح الجزء الثامن. نعم عدد الآيات إذا تقدروا تصورونا شباب ما أدري أي كاميرا. نعم وعدد الآيات في هذا الجزء 142 آية. عدد الصفحات في هذا الجزء 18 صفحة. صحيح. وعدد الصور في هذا الجزء صورتين، كل صورتين يعني مكية. واسم الصورة ذكرها سورة الأعراف. وعدد آيات هذه الصورة 206 آيات. جميل. عدد كلمات الصورة 3325 كلمة. ما شاء الله. وعدد أحرف هذه الصورة 14010 يعني يقول هذه المعلومات ما يقدر يوصل للآية هذه إلا بعد ما يسترجع كل هذه المعلومات، ولا هو جزء من لا هو يحفظ الآيات لكن من باب أيضا إبراز. نعم ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. طيب حنرجع له، بس خلينا ناخذ أخت خديجة من أبها. تفضل أخت خديجة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل القارئ؟ يسمعك تفضلي. أسأل بالحزب من غير ما أذكر اسم الصورة. نعم شكرا. طيب خلاص. الحزب 20 آية رقم 98. الحزب 20 آية رقم 98. الحزب الجزء الخامس عشر. الجزء الخامس عشر. آية 98. لكن بالأحزاب ما يحفظون بالركوعات على الطبعة الباكستانية. هو على الطبعة الباكستانية مش على طبعة. نعم الطبعة الباكستانية ما فيها أحزاب، فيها ركوعات. ركوعات. نعم. خلاص إذن سورة الإسراء. سورة الإسراء آية رقم كم؟ 98. سورة الإسراء آية نمبر 98. طيب شكرا أخت خديجة. تفضل. أحسنتم. لو تصورونا هي بس عشان يا شباب اللي ما عنده قرآن يشوفها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. جاز ما شاء الله تبارك الله. طيب أنا